ينضم إلينا عبر تيمز من دبي السيد رائد الخضر الرئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك معنا سيد رائد. سيد رائد بداية ما تعليقك على الهبوط الحاد لمؤشري ناسداك وستاندرد أند بورز في تداولات أمس ومواصلة داو جونز الارتفاع مع ملاحظة أن وول ستريت فتحت منذ قليل على ارتفاع، فهل ستعوض خسائر الأمس؟ حقيقة الموجة اللي كنا نشهدها يوم أمس كانت هي عبارة عن عمليات جني أرباح بشكل واضح في قطاع التكنولوجيا وفي بادئ الأمر، ولكن الأسباب التي كانت وراء هذا الهبوط حقيقة هي تصريحات المرتبطة بإدارة بايدن فيما يتعلق بالريستريكشنز أو القيود التي من المفترض أنه يبدأ وضعها في قطاع سيمي كوندكترز وفي نفس أو أشباه الموصلات، وفي نفس الوقت كذلك الأمر التنويهات التي جاءت من ترامب فيما يتعلق بأن تايوان عليها أن تدفع ليتم الدفاع عنها. هذا الضغط إضافي على قطاع التكنولوجيا وقطاع الأشباه الموصلات على وجه التحديد، فبالتالي كان في عندنا تحول للأموال من البيج كاب كومبانيز أو الشركات الرؤوس الأموال الكبيرة في قطاع التكنولوجيا نحو الراسل 2000 أو وهو المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في محاولة المستثمرين بعمليات جني أرباح من هذا القطاع والتوجه نحو ملاذات آمنة إن صح التعبير. شفنا الداو جونز عم يرتفع في نفس الوقت، وكذلك الأمر التوجه نحو أسعار الذهب أو نحو الذهب، فسبب ذلك ارتفاع في أسعارها. إجمالا نحن نصفها بأنها موجة جني أرباح ستكون مؤقتة ومن ثم تعود أساسيات السوق مرة أخرى الداعمة لمزيد من الارتفاع، طالما عندنا الذكاء الاصطناعي وطالما عندنا هذا الضغط من هذا القطاع بالاتجاه الصاعد تعود ثقة مرة أخرى من قبل المستثمرين في هذا القطاع. نعم، وكيف تقيم قرارات المركز الأوروبي بتثبيت الفائدة رغم انخفاض التضخم؟ التضخم انخفض إلى 2.5% كما هو متوقع دون أن يكون هناك مفاجآت كبيرة من 2.6%، ولكن المركز الأوروبي ينتظر أن يكون هناك نوع من الوصول السريع أو المفاجآت السريعة فيما يتعلق بتراجع التضخم بشكل كبير، وأيضا في نفس الوقت عدم خروجه عن السيطرة، لأنه نحن إذا نظرنا إلى القراءة السابقة للتضخم كانت مرتفعة نسبيا أو أعلى من المتوقع، وبالتالي المخاوف هذه موجودة لدى المركز الأوروبي، وإن كان هناك المجال متاح لمزيد من التقليصات في أسعار الفائدة التي يمكن أن تحدث خلال هذا العام، إلا أن المركز الأوروبي حذر بعملية تبني سياسة نقدية متساهلة أو أسعار فائدة أقل. فحقيقة أعتقد أن التضخم لا يزال عند 2.5% هو بعيد عن المستهدفات اللي هي 2%، وهذا يعني يجعل المركز الأوروبي مرتاح نسبيا بإبقاء أسعار الفائدة دون تقليصات إضافية، خصوصا أن الفيدرال الأمريكي حتى لم يقم بتقليص أسعار الفائدة كما هو متوقع حتى الآن، والتوقعات أو الأنظار تتجه إلى سبتمبر، بالتالي المركز الأوروبي ينتظر أن يكون التضخم تحت السيطرة حتى لا يكون هناك مفاجآت في هذا الخصوص. نعم أستاذ رائد، ذكرت في جوابك على السؤال الأول التوجه إلى الملاذات الآمنة. أخيرا إذا تحدثنا عن الذهب الذي يتجه إلى مستويات سعرية غير مسبوقة، لماذا وإلى أين يتجه؟ حقيقة يلعب دورا مهما الذهب في كونه ملاذا آمنا في الآونة الحالية نتيجة الانسرتينتي أو عدم الوضوح أو الغموض الذي يكتنف سواء كان المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية مقبلين الانتخابات أو الموعد المرتقب لتقليص تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، هل سيكون سبتمبر أو ممكن أنه يتم إرجاء هذا القرار حتى شهر نوفمبر. هذه التوجهات بدأت حقيقة مع تزويد احتمالية أن يكون هناك تقليص لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر وتراجع بعض البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع مزيد من الضغط على الفيدرال الأمريكي أنه يقلص أسعار الفائدة، بدأ ينمو لدينا يعني هذا الذهب بهذا الشكل نتيجة المقاومة بالدولار الأمريكي، نتيجة تراجعات الدولار الأمريكي عم نشوف هذه الارتفاعات، ومزيد من المخاوف كان أيضا من المغذيات الرئيسية توترات الجيوسياسية ساهمت برفع الذهب إلى المستويات الحالية. أعتقد الطريق معبد لمزيد من الارتفاعات وفق الزخم اللي نحن عم نشوفه، إضافة
إلى استمرارية وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب للشهر السادس على التوالي. نحن يكون في عنا زيادة في معظم البنوك المركزية وخصوصا في آسيا وشرق آسيا تحديدا، عم بيكون في عنا مزيد من التوجه نحو شراء الذهب. هذا يضع ال 2500 دولار للأونصة ك خلينا نقول هدف مبدئي، قريبين نحن جدا من هذا تحقيق هذا المستوى. وكما صرح جولدمان ساكس انه 2700 دولار للأونصة ممكن ان يكون سعرا مناسبا لاسعار الذهب خلال هذا العام تنهي عليها التعاملات، ولكن مع هذا الزخم اللي احنا عم نشوفه ممكن نشوف ال 2700 حتى قبل سبتمبر اللي هو اللي ننتظر فيه انه يكون في عندنا اول تقليص لاسعار الفائده من قبل الفدرال الامريكي. نعم، اذا ما زال الاتجاه الصعودي للذهب وارد ومتوقع. سيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه إكويتي، شكرا جزيلا لك.